السلام عليكم ورحمة الله البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوة الرخامة او لا حلوة الزليجة، كل واحد وكي كيسميها. غادي نحضروها بمكونات بسيطة جدا وكتجي في شكل راقية مع جميع الاسرار ديالها. ودابا غادي ننتقلوا للمقادير. فهنايا عندي كيلو ديال الكاوكاو من بعد ما حمرته في الفران، غادي نطحنو. كيجي بحال هاد الشكل، خصنا نطحنو شي شويه مزيان، ما خصناش نخليو فيها شي حبات كبار او لا، باش ملي نجيو نقطعوها ما غاديش تهرس لينا الحلوه. اذا غادي نكبوها في هاد الاناء. وهنا خديت العسل، غادي نحاول انني نخلطه بالعسل. يمكن لكم تخلطوه بنيسلي او لا بالزبده، فانا هنا خديت العسل. غادي نخلطه هنايا بالعسل حتى نحسوا ان الكاوكاو تجمع لنا. كيجي بحال هاد الشكل. هنايا خديت واحد الصينيه وحطيت فيها ورق الزبده، غادي نحط فيها الكاوكاو. وغادي ناخذ واحد البلاستيكه باش تسهل علينا الخدمه، غادي نحطوها من فوق. هنايا حيدت الصينيه، غادي نحطو فوقها البلاستيك وغادي نسرحوها بمدلك حتى نحصلوا على طبقه متساويه، ما خصهاش تكون واحده غليظه ولا واحده رقيقه، خصها تكون مستويه بحال هذا الشكل. وهنايا غادي نرجعها للصينيه. كما كتشوفوا كنرجعوها بسهوله. وهنايا ذوبت شويه من الشوكولاته الاسود في حمام مائي، كنضيف له شي شويه من الزيت، ملعقه من الزيت، وغنكبوه فوق الكاوكاو. غادي نمروها على جميع الجوانب. وغادي نخليوها تبرد. الا كنا في فصل الصيف غادي ندخلوها للثلاجه، دابا البرد غادي نخليها غير هنايا وغادي تبرد. هنايا من بعد ما بردات وجمدات لينا الشكلاط غادي نقلبوها. غادي ناخذ واحد الصينيه اخرى وغادي نقلبوها على الوجه الاخر، فكتقلب بكل سهوله. هنايا لازم ما تستعملوا ورق الزبده باش يسهل عليكم الخدمه. غادي نحيد هنايا ورق الزبده. هنايا خديت الشكلاط الابيض غادي نذوبو في حمام مائي. من بعد ما ذوبت الشكلاط
غادي نحاولوا هنايا غادي يعني غادي نسرعوا شي شويه لحقاش في فصل يعني ملي كيكون البرد ضيا كتجمد لينا الشكلاط. خصنا نقوموا بهذه العمليه بسرعه وغنكونوا وجدنا الشكلاط الاسود باش غادي نزينوا به. فصل الصيف كيسهل علينا الخدمه لان فصل الصيف ما كيكونش البرد ما كتجمدش لينا الشكلاط دغيا، ولكن فصل ديال البرد فالشكلاط دغيا كتجمد. هنايا كنت وجدت هنايا الشكلاط الاسود في واحد الجيب الحلواني، غادي نزين بها الحلوى بحال هذا الشكل على شكل خطوط. وهنايا خديت واحد العودية الاسنان او غادي نشكل به الحلوة، مرة كنطلع ومرة غادي نهبط باش تجينا في الشكل بحال ملفاي. من بعد ما جمدت لنا الحلوة مزيان هنايا غادي نقطع الاطراف. وغادي نقطع هنايا الحلوة غير في شوية فما تخافوش ما غاديش تهرس لكم. ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر. نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر. حلوة رخامة كتجي بحال هاد الشكل، كتجي لذيذة بزاف وكتجي راقية شكلا ومذاقا. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله. بالليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر كشوق